مباراة اليوم منتهى الأهمية عم يستضيفها ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري على بوابة مدينة صيدا الجنوبية. فرق بمباراة اليوم أنه يسجلوا 3 أهداف للأنصار بمرمى شباب الساحل منهم موجودين على أرض الملعب. واحد منهم ربيع عطية اللي احترف مع زوب أهان الإيراني. على كل أحوال لحظة انطلاق المباراة أفرام سوكس هو عم يعطي إشارته لانطلاق المباراة على ملعب صيدا. محمد كرحاني على الطرف الأيسر ممكن يسدد بسدد تسديدة قوية جدا أما علي حلال كان على مسار الكرة والكرة إلى خارج أرض الملعب. ايضا فوسيني بمر ممكن لعب كره عرضيه خطيره المحاوله الساحليه ممكن التسديد انما هناك فرصه كثير كبيره لمصلحه شباب الساحل والكره العرضيه ما بتوصل لعند زهير عبد الله. اذا لحظه انطلاق المباراه طبعا افرام تسوكاس الحكم القبرصي هو عم يطلق صفرته. محمد سالم بيلعب الكره اماميه لعند فوسيني المزعج معه ماتي. فوسيني قصير القامه ولكن سريع بمرر الكره خطره محمد سالم على مشرف سدد الكره بيسدد الكره محمد سالم سنتيمترات جنب القائم الايمن. هدف ممكن يغير شكل المباراة. بيتو ممكن يمر بيتو بيلعب تمريرة أمامية خطيرة ريتشي أيضا مع بيتو ممكن يلعب تمريرة على الجهة الثانية التسديد. أوه محمد قرحاني ما أصاب الكرة ممكن يسدد فوسيني بمهاراته بيحاول المرور الكرة ما زالت مع شباب الساحل على مشارف المنطقة والتسديد مباشرة التسديد والصد من علي الحاج حسن. نصر نصاري بيلعب الركنية داخل المنطقة وين الرصيد جول جول. أوه ما معقول الكرة كيف مرت ما معقول الكرة كيف مرت جنب القائم الأيسر والحكم أيضا عم بيقول هناك خطأ. أيضا مع دوغلاس روما بيلعب كرة طويلة أمامية خطيرة المحاولة الساحلية ممكن التسديد مباشرة باتجاه المرمى إنما على الحش حسن. ما قلنا بالبداية على إنه شباب الساحل النقطة إذا حصل عليها مواجهة الأنصار اليوم هي مكسب بالنسبة للساحليين إنما خسارة هي بالنسبة للأنصاريين. التعادل بمباراة اليوم وهذه الكرة الرأسية إنما كانت بين يدي على الحش حسن خطيرة كانت المحاولة. النقطة بالنسبة لنا هي مثل ولا شيء. الحمد لله يعني نحن قتلنا وعملنا اللي علينا والتوفيق من عند رب العالمين. نقطة أحسن من ولا شيء وإن شاء الله بالمباريات القادمة حنشتغل على التهديف أكتر. بس نحن عم نفتقد للتسجيل الحمد لله منا يعني ما نطور حالنا للمراحل المقبلة. الكأس قدامنا وبعد ما في شيء راح يعني مباراة يعني قمة ومباراة بتعرف يعني مباراة الجارحين أنا سميتها في بداية حديثي بالاجتماع. بتعرف نحن بحاجة للنقطة أو للثلاث نقط مهم تكون نتيجة إيجابية لحتى نبني عليها ونكمل. مباراة كثير صعبة بس بتعرف مفاتيح الأنصار كانوا اليوم معطلين يعني بتعرف إنه خلال الساعة ونص أو أكثر شوي إنه ممكن فرصتين على المرمى. هذا بيعكس الانضباط التكتيكي للفريق الموجود بنادي شباب الساحل.